للحديث عن تقرير منظمة وورد فيجن عن فشل مقومات الدولة في العراق، انضم إلينا عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل. أستاذ مصطفى، مرحبا بكم. يعني هذه المنظمة أشارت في تقريرها إلى أن العراق بات في قائمة أكثر الدول هشاشة في العالم، وذلك بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية المتتالية. لكن السؤال المطروح، من الذي أوصل العراق إلى هذه المرحلة أستاذ مصطفى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. لا شك أن الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك للعراق وما وضعه بدلا عنه في الواجهة من عملاء تسيدوا المشهد منذ نحو 20 عاما، هم المسؤولون بالدرجة الأولى والأخيرة عن كل هذا الفشل والخراب والتدمير الذي يعصف بالعراق في كل المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والخدمية وفي علاقاته الدبلوماسية وفي كل مظاهر الفشل التي يعاني منها شعب العراق جراء هذه السلطات المتعاقبة على حكم العراق أو المتسلطة في الحقيقة على رقاب العراقيين. أستاذ مصطفى، وورد فيجن أشارت إلى أن أكثر من 1 مليون عراقي ما زالوا مهجرين في المخيمات. لماذا يعني فشلت السلطات الحكومية في إعادة النازحين إلى مناطقهم بعد مرور أكثر من 5 سنوات على انتهاء المعارك؟ ما السبب في ذلك؟ الحقيقة أن السلطات هذه لم تفشل في إعادة المهجرين، وإنما هي أولا هذه السلطات الميليشياوية هي عملت على تهجير أبناء هذه المحافظات المنتفضة في الأعوام 2013 و14 وما قبل ذلك، في باعتبارها حاضنة للمقاومة الوطنية العراقية، قامت بتهجير أهلها انتقاما منهم، وبعد ذلك عملت على إدامة معاناتهم من خلال استمرار هذه المراكز الاحتجاز في الحقيقة، وليس فقط معسكرات النزوح أو اللجوء يعني في داخل العراق، وإنما هي أشبه بمعسكرات اعتقال ومعسكرات احتجاز، لأن بعض هذه المواقع التي تسمى معسكرات أو مخيمات للنازحين يعني لا تبعد إلا بضع مئات من الأمتار عن بيوت هؤلاء المهجرين ويمنعون من العودة إلى بيوتهم. فضلا عن ذلك، ما نعرفه طبعا من إجرام أحاق بشكل خاص في منطقة جرف الصخر التي هجر جميع أبنائها وهم نحو 120 ألف نسمة، نعم، لأغراض الاستيلاء عليها من قبل العصابات الطائفية. فالعملية ليست عملية فشل، وإنما عملية مخططة ومبرمجة بالأساس للانتقام من حواضر المقاومة الوطنية العراقية والانتقام من أبناء هذه المحافظات التي انتفضت دفاعا عن الوطن وعن الشعب. نعم أستاذ مصطفى، أيضا التقرير أشار بشكل واضح ومسهب إلى حد ما إلى استمرار انعدام الخدمات وغياب فرص العمل وأيضا تفشي البطالة رغم الوعود الحكومية المتكررة بمعالجة هذه المشاكل، ولكن لماذا تتجاهل السلطات الحكومية توفير أبسط الخدمات للمواطن بشكل متعمد؟ تعتقد أنها مارست ذلك بتعمد أم أنها ربما لا تمتلك مؤسسات حقيقية قادرة على توفير المتطلبات الأساسية للمواطن العراقي؟ هو تدمير البنية العراقية وتخريب المدن العراقية وجعلها غير قابلة للحياة، هذه واحدة من أهداف المشروع الإجرامي في احتلال العراق وتدميره، وبالتالي فهذا أمر مقصود بشكل كامل من جهة، ومن جهة أخرى أن هذا النظام لا يستطيع أن يقدم شيئا للعراقيين. هذا النظام بكل تسمياته، سواء كانت سلطات إبراهيم الجعفري أو نوري المالكي أو حيدر العبادي أو عادل عبد المهدي أو إياد علاوي أو هذا الحالي مصطفى الكاظمي، هذا النظام لا يستطيع إلا أن ينتج أزمات، لا يستطيع أن يقدم أي خدمة للعراق والعراقيين. الأزمات متتالية، ويعني كما قلت هي نتاج مخطط تدمير العراق ومحوه وتهجير العراقيين وجعل مدنهم
غير قابلة للحياة وإحلال بدلاء عن سكانها الذين سيغادرون نتيجة هذه الأزمات. هذا كله يعني مترابط، يجب أن نفهمه بصورة شاملة ومترابطة، ولا نأخذ هذا المشهد من هنا وهذه اللقطة من هناك. هذا النظام لا يستطيع أن ينشئ مؤسسات حقيقية، لأنه نظام كما قلت قائم على الأزمات، هو يتوالد هذه الأزمات. نحن منذ 20 سنة في العراق، والعراقيون أيضا الذين في خارج العراق يعانون جراء هذه الأزمات التي ينتجها هذا النظام. أدخلوا البلاد من معمعة إلى معمعة دون أن يحلوا مشكلة، لا في على سبيل الأمن ولا على سبيل الخدمات ولا على سبيل العلاقات الدبلوماسية الجيدة ولا على سبيل توفير مياه صالحة للشرب أو للزراعة أو لباقي الخدمات. وهكذا هذا نظام ميليشياوي مجرم قاتل سارق لكل العراقيين ومزور لتاريخ العراق. فيما يخص الثورات المقبلة، ربما تكون هناك ثورات مقبلة، يعني تقرير المنظمة أكد أن انعدام الثقة بالنظام السياسي كان وقودا لتظاهرات تشرين. أستاذ مصطفى، هل تعتقد أن العراق مقبل على ثورة قادرة على إزاحة الأحزاب الحاكمة في هذا الظرف الطارئ؟ لا أعتقد أن هناك حلا غير حقيقيا يمكن أن يزيح هذه السلطات المجرمة سوى الغضبة الشعبية العارمة على أن تكون ثورة حقيقية شاملة لكل العراقيين، وليس كما تسمى ثورة للسنة وثورة للشيعة وثورة للأكراد وهكذا. ثورة الشعب العراقي هي التي ستكنس هؤلاء وستحيلهم إلى القضاء لتقتص منهم وفق القانون، وبذلك تنقذ رقاب العراقيين من القتل وتنقذ مستقبل العراقيين من التدمير. هؤلاء لا يدمرون الحاضر فقط ولا يدمرون ماضي العراق فقط، وإنما يدمرون حتى مستقبل العراق ويغلقون آفاق الحياة والمستقبل أمام أبنائه. لذلك فإن ثورة قادمة لا شك في ذلك. هذه الثورة التي رأيناها في الأعوام 2019 و2020 و21 والتي خمدت بعض إوارها في هذه الأشهر الأخيرة، لا بد لها أن تندلع مجددا وتتوهج مجددا. والحقيقة لم يكن كثيرون يتوقعون هذه الثورة، لكننا كنا نؤمن بالحل الوطني الشعبي الذي ينتفض لمصلحة العراق. لا يمكن أن يكون هناك حل لمأساة العراق والعراقيين إلا حلا وطنيا من داخل العراق. رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل، شكرا جزيلا لكم.